كيف النجوم بلا سماء، كيف الوداع بلا لقاء، كيف الحنين بلا اشتياق، كيف العروق بلا دماء، بلا دماء. كيف النجوم بلا سماء، كيف الدموع بلا عيون، كيف الطيور بلا غصون، كيف الشموع بلا ظلام، كيف العشاق بلا جنون، كيف الشموع بلا ظلام، كيف العشاق بلا جنون. حب يعيش دوما في العراء، يحترق نهارا وليله حرم الضياء. ويل لحب يموت يغرق لا يملك أن يضل، ويل لحب في صحراء قاحلة لا يجد الظل. كيف النجوم بلا سماء، كيف الوداع بلا لقاء، كيف الحنين بلا اشتياق، كيف الدموع بلا عيون، كيف الطيور بلا غصون، كيف الشموع رجعت لعوادك ولا قلت لحالك بابا مشغول بالجمعية وامي بالمستشفى باخذ راحتي؟ طول بالك علي بابا. لك شو طول بالي؟ ما بتعرف اني لازم روح المستشفى اخذ لامك اكل وعصير؟ ما قلت لك طول بالك، انا رحت على المستشفى واخذت لهم اكل وعصير. كنت بالمستشفى؟ ايه. اش مو من حقي روح اطمن على اختي وشوف امي اذا بدها مني شيء؟ وليش ما خبرتني؟ والله دقيت على البيت حضرتك ما كنت واصل، ورقم مكتبك بالجمعية ما بعرفه. شفت انه صار بدي موبايل وحضرتك ما كنت تشتري لي اياه. خراس بلا فزلك. اختك كيف وضعها؟ ممتازه، بعد 3 ايام بخرجوها. وامها كيفها اليوم؟ والله امي اكل همها، بس قلت لها طالما انا موجود فولا يهمك لا تخافي عليه. ها والله عامل حالك رجال عن جد. هي طبعا رجال، اصلا لو ما رسبت كنت هلا بالجامعه. شو جايب معك؟ هي اكله رح تحبها كثير كثير، فيليه بوفر. شو؟ فيليه؟ شبك لحمة بابا؟ أخراس، فكرني ما بعرفها؟ نسيان إني أنا داير نص العالم لما كنت بالوظيفة؟ طيب هلأ الأكل اللي أنا جبته شو بدي أعمل فيه؟ قال الآن عليك، قلت حرام، هلأ بيرجع من المدرسة جوعان وتعبان، بغدي بعدين بروح على المستشفى. أتاريك جني شاي الأرض وطالع. بابا؟ شو معتبرني متخلف؟ تعرف انه انا ورفقاتي دايرين نص محلات هالبلد؟ مو ناقص تقلي ما في كباريه الا وفت عليها كمان. ليش الكذب؟ على الكباريه ما فتت، بس والله بالمعيه ما عندي مشكله فوت وجرب. بلا قله ادب ولا قوم قوم روح جيب شوك وصحونه من المطبخ، متت من جوعي. هالكباريه هذا اللي كان ناقصنا.
معلم. اتصل رامز مرتين من امريكا. غيره؟ واتصلت غنوة شي 5 مرات وقلت لها عن الحادث اللي صار. خلص بس ما عطيت عنوان المستشفى. خلص يلا روح هلا وقت غنوة. مرحبا رامز، كيفك؟ علي وحلي. طمني شو صار معك؟ اسمع وحلي، انا شفت لك احلال البروفيسور بامريكا، شاف التقارير وقال ما في داعي لنقله لاي محل لانه هذا الشيء ما بفيده. اي وحلي قبل ما انسى، بالنسبه للصور وصلوا اليوم، واخذت موعد مع دكتور تاني مشهور كثير وبكره راح اخذ استشارته. انت ما قلت لي كيف هو اليوم؟ الحمد لله اليوم بلش حركيته ويطلع صوته شوي، يعني عم بفيق شوي شوي من الغيبوبة، بس بكل الأحوال الله يخليك تابع لي الموضوع، يعني إذا في مجال يتحسن بأمريكا أكتر دق لي دغري. ولا يهمك، بس قالوا لي الطب بسوريا منيح كتير. والله العظيم بعرف، بس للإطمئنان أكتر. طيب بدك شي تاني؟ سلامتك، عم عزبك معي أنا كتير رامز، مشان الله لا تأخذ. سلام. الحمد لله على سلامتك لوفا. الحمد لله على سلامتك سمية. الله يسلمك. يلا حبيبتي خرجك الدكتور، انا رح ادب لك اغراضك، ونحن طالعين بدي اشوفك الدكتور مشان يطمن على الجنين. طيب. وحيد حبيبي وينك انت؟ والله انشغل بالي عليك. يا ريتني انا ولا هو يا غنو. بعيد الشر عن قلبك وقلبه، كيفه هلا؟ يلا حبيبتي على مهلك على مهلك. ماما بدي اشوف وائل. ماما وائل بالعناية المشددة وممنوع حدا يشوفه. ماما بدي اشوفه قبل ما اطلع. الله يخليك يا وفاء. يا حبيبتي حتى انت وضعك ما بيسمح انك تشوفيه بهالشكل. امي انا ما فيني شيء، صرت منيحة، خليني اشوفه، اذا ما شفته بموت. معلش خالي، خليها تروح تشوفه، انا رح اسبقكم لبين ما تخلص هي فحص الجنين، تكون اخذت لها اذن. يلا بالاذن. تسلم عليك. اللي بيشوفك زعلانة بيقول كأنه قرايبك. ما بعرف شو سامي، كتير حبيته واتعرفت عليه. حطيتي عينك عليه؟ تعاطفت معه، حسيت اني واخيرا لقيت رجال ممكن يفهمني. احكي واحكي واحكي، بس احكي. معقول من كل هالزلم ما لقيتي ولا واحد يفهمك؟ مو مثله، لو بقينا نحكي للصبح ما بنخلص. يا ريتني ما تغلصت عليه، اللي خليته يروح. يمكن يمكن ما كان صار اللي صار. طمنيني دكتورة. الحمد لله جنين سليم وما في شيء بخاف. الحمد لله رب العالمين. شكرا. شوي 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 شوي. ضروري اشوفك كل اسبوعين مرة، هذا الدواء لازم تاخذيه. ان شاء الله. شكرا. الله يخليك، اجلي الحساب يومين ثلاثة، ما لي قدرة أنا أعمل شيء، أنا كثير تعبان. لا ما في شيء، بس ظرف عائلي. شكرا لك. اخ يا غنوة اخ، كل شيء عم يمرق كأنه حلم. فعلا هيك، لما قال لي صانعك ما صدقت الخبر ابدا. يا ريت يطلع كل شيء كذب. الله يشفيه يا رب. تعرف وحيد؟ والله انا بحسده لوائل. على شو يا حسرة؟ لان عنده رفيق مثلك. بتعرفي ما حدا بيعرف شو بيعني لي وائل غير وائل وامه. نحن اولاد حاره واحده، اولاد مدرسه واحده،
وربينا على سفرة واحدة والله ما لي قدران احكي. طيب حبيبي ومرتاح هلا؟ لا ما فيني، لازم برجع لعنده على المشفى. ورفقاته؟ أنا ورفقاته موالي، إذا احتاجت شيء ما بتطلب غير مني أنا أو من صديقنا رجائي. بس رجائي إجا على المشفى مثل الغريب، قال ما بيقدر يتحمل جو المشفى. على كل الأحوال هذا الزلمة بس مات أبوه ما عاد صفي له حدا غيري. شو هاد؟ مفاتيح بيتي مشان تروح ترتاح وما حدا يزعجك. رجع يعني ما فيني، لازم يكون على تليفون. بتعرفه موال؟ بتعرف وحيد؟ شكرا كتير لإلك، رجعت لي ثقتي بالبشر، مع انه بداية علاقتنا ما كانت بتبشر بهذا الشيء. بس بتعرف جاي على بالي اقطع العلاقة انا وياك وابقى صديقة بس. دعي له غنوة، دعي له لواء من جوا قلبك، كأنك عم تدعي لأغلى غواليك. خلص حبيبي. سألتني عنك خالي أم وائل. اتصلتي؟ لا ما اتصلت، بس رحت وقت جبت سمية من المطار. كيفهم؟ لازمون شي؟ طبعا لازمون شي، لازمون وقفتنا جنبهم. يعني في أصعب من هالموقف اللي هن فيه هلا؟ إلهام، إذا بدك خليكي عندهم بالمستشفى اليوم، أنا جاي من مكتب بجيبك. طيب لكن بلكي بتحكي مع خالتي أم وائل تجي تنام عنا، يعني أحسن من نومتها على الكرسي بالمستشفى. والله يا ريت، حكيتيها؟ لا ما حكيتها، بس هي ما بترد غير عليك وعلى وحيد وعلى رجائي. إيه، وإجوا هدول؟ طبعاً إجوا، وحيد ما تركهم ولا ثانية، وقوم الدنيا وما قعد مشان وائل. وائل يا وائل، سامعني وائل؟ القلب ممتاز، يومين وشيلوا له المفاسة. حكيم هلكوني اهله مشان يشوفوه. خليهم يشوفوه، بس زيارة قصيرة.
هلا مريضة الغرفة 216 ومريض العناية المشددة مع بعض؟ ايه مع بعض. بالنسبة لوائل اتصلت النقابة وقالت رح تدفع 75% من العلاج والباقي انتو رح تتحملوا. ان شاء الله. تفضل انا جهزت لك 30,000 ليرة دفع تحت الحساب. اوكي رح سجلها. هاي ارقامي هون، إذا احتجت شيء اتصل فيني. ماشي شكرا. شكرا. هلا ميشيل، ما فيني انا بحكيك بعدين. بقول لك اسمع، بتعرف في شي دكتور شاطر بالجامعه الامريكيه؟ مو بالجامعه، بالمشفى الامريكي. اذا سمحت بدي بيع هالسواره، ممكن تشوف لي هدف؟ شكرا معي. 40,000 مدام. ماشي. طيب شكرا معي. سلام دير. شكرا. بكين الله معك. لك ماما لو اجيتي لعندي ما كان احسن لك واحسن لي. بيتها احسن لها. ليش إلى بيت؟ رح اعملكم قهوة. أستاذ وحيد دفع. قديش دفع؟ 30,000 ليرة. وهي 30,000 سجلهم على الحساب. أمرك، رح سجلهم. الو، اهلين سارة، يسعد مساكي. طمنيني كيف وفاء؟ الحمد لله احسن بكتير، كل يوم عن يوم عم تتحسن. ايه وائل كيفه؟ على الله، هاليومين بتطلع نتائج العملية. الو. ايه سارة، ايه معك. خير في شيء؟ لا ما في شيء، بس يعني قصرنا مع وائل، والله ما بصح اللي مر على المستشفى. شو بدك تمر تساوي؟ اصلا ممنوع حدا يدخل لعنده. لك من شان الست ام وائل، يعني ما حلوه المخلوقه تحس ما انها واقفين جنبها. ليش هي حاسه على حدا؟ الله يكون بعونها. المهم انتو شو اخباركم؟ اخبارنا منيحه، لا تهكلي، همنا بنوب. قولي على قلبي، عم تاكلوا منيح؟ فواكه عم بتجيبوا؟ حسام كيفه؟ هوهو علينا، قلنا لك خلص انت اهتمي بنفسك وبنتك ولا تهكلي همنا. بعدين انت غشيمه عن جوزك، بسد محل 10 ستات بيوت. تقبر قلبي، يلا هانت كل هاليومين، تقبرني دير بالك على حالك وعلى حسام. تصبح على خير. دخيلك يا ربي على المصيبة اللي اجتنا.
قلت لي حبيبي بدك صبي ولا بنت؟ ما بتفرق، إذا أجت بنت بتطلع حلوة مثلك، وإذا أجا صبي بتطلع حلوة مثلك. خلص طبعاً. المهم حبيبتي هلا أهم شيء إنك تديري بالك على حالك، ما بدي إياك تشتغلي نهائياً، لا تمدي إيدك لا على طبخ لا على جري ولا على غسيل ولا كثير حلو هذا الحكي، أصلاً الدكتور قال لي نفس الشيء، بس مين بده يساعدني؟ أيوه لقيتيني على البارد مستريح هلا، ارتحتي يعني؟ شو ارتحت؟ طب خلص خلص قبلان، أنا بساعدك بس بالقهوة وبالشاي هلا بلغ بازا عن جد واقف؟ لا لا خلص رح ساعدك بكل شيء، وبالطبخ وبالنفخ وبكل شيء، خلص وبالغسيل كل شيء بحد حاله. حين امتنعت عن الذهاب إلى البحر لتستعرضي كعادتك الصيف على الشاطئ، صار البحر يذهب إليك ويتجول في المساء على شواطئك. أين فر بك الشاطئ مني يوم أمس؟ وأين خبأ احتمال تأبطي لذراعيك؟ في هاي وجهي ينهار ويداي متشبثتان بالورد، فافتحي عينيك علي جيدا واسندي من تحتي الأرض. كل سنة وانت سالة. انت سالة حبيبتي، إن شاء الله كل سنة نبقى مع بعض. إن شاء الله. يلا. الأول أتمنى. بدي أتمنى السنة الجاية نحتفل بعيد ميلاد ابننا. إن شاء الله يا رب. شو قيمة البيت بلاك؟ كل الناس حسدونا على سعادتنا. كيف بده يعيش ابننا اللي جاي؟ مسك بالحياة وما بده يموت. حاسة حالي غريبة بهالدنيا بدونك، غريبة ووحيدة. شو ماما ما بدك تنامي؟ مالي قدرانة انام. بعمل لك كاسة عصير. شايفة هذيك اللوحة؟ شايفتها. تشبهني ماما؟ تشبهك كثير. كان دايما وائل يقول انه ما بتشبهني، بس انا بعرف كان يغار علي، ما بده حدا يرسمني غيره، كان دائما يرسمني بكلماته. حقه بيحبني. ماما
صحتك. فيني اسالك سؤال؟ تفضل. لا اذا في عندك رفيقه وبتحبيها كثير عملت حادثه بالسياره وصارت بين الحياه والموت، شو بتعملي؟ وقف جنبها. كيف؟ بعطيها مصاري اذا لازمها وبزورها. بتتركي شغلك وحياتك وبتقعدي عندها؟ هذا اقل شيء ممكن اعمله. حتى لو كنتي بتكرهي المستشفيات تعقدي من ريحتها؟ ما حدا بيحب المشافي، حتى الاطباء ما بيحبوا المشافي، بس الواجب. شو بتشتغل حضرتك؟ رسام. عن جد؟ مو باين علي اني رسام؟ ما بعرف، مرة واحدة بحياتي شفت رسام. كان بده يشغلني موديل ويرسمني. صحيح انتو تشغلوا بنات موديل وبترسموهم؟ احيانا. انتي اشتغلتي موديل؟ ما دفع لي. بنات الموديل بيشتغلوا ببلاش. ما في شيء ببلاش بصحتك. على مهلك ابن على مهلك. وفوقة طبخت لك اليوم خصوصي لانك ملوخية كبة بلبنية. بعرفك بتحبيهم. يسلموا ايديك يا عزبتي حبيبي. ولو تكرم عيني. الله يسلم هديات. الله يسلمك. أهم شيء هلا تاكلي وتتغذي وديري بالك على حالك وعلى الولد. سمية أنا ما بدي مرت عمي تحملني ذنبي اللي صار. مو أنا اللي كنت سايق السيارة ولا أنا اللي عملت الحادث. أنا بحب وائل كتير، بحبه لأنه جوزي ولأنه أبو ابني اللي بده يجي. معلش يا وفاء، يعني هلا الكلمة توتر، بدك تطولي بالك شوي. عذرية لماما، بكره ان شاء الله بتصيري ام، بتعرفي شو يعني احساس الام. يلا حبيبتي كلي. راحوا على اشغالهم. طب ووائل كيف صار؟ الحمد لله شفناه وطمنا عليه. فيني فوت شوفه؟ يا ريت تأجليها شوي. معلش. لانه اللي بيعرف وائل صعب يشوفه بهالصوره اللي هو فيها. شاكرية؟ يا لطيف مشتير الأكلة. عود كول ودايبي. يا إلهي ما أطيبها. بابا تعرف إنه أكلك أطيب من أكل ماما؟ سكوت بلا تلبسة. بدك حفلة؟ لا لا تحلف سادة. بعدين يعني شو مفكرني؟ خلقت وبتملي ملعقة دهر. بابا؟ نعم. بتعرفني انا ما بعرف غير انك بابا وبس. انا اسف بابا، انا غلطت بشيء؟ لا ابدا، معك حق. في اشياء بالحياه احيانا الانسان ما بينتبه لها الا بعد فوات الاوان. يمكن انشغالي بالعمل خلاني ما ابني علاقه صحيحه معك، بعكس وفاء. مع انك الصبي وولي العهد والمفروض تكون الاقرب.
مزعوج؟ لا معك حق تنزعج. على فكرة عن جد أكلك أكثر من أكل ماما. بابا ليش ما بتطبخ لنا على طول؟ ليش عم تطلع فيه هيك؟ ما بدك تسمع الأشياء اللي ما بتعرفها عني. بس يبدو أنت ما عندك رغبة تحكي. معك حق. لما كنت عايش عند ستك وجدك بالضيعة الله يرحمهم كنت أحلم باليوم اللي أخذ فيه البكالوريا وأجي على الجامعة حتى أخلص من حياة الريف، لأنه كان جدك الله يرحمه يجبرني على أني ساعده بالأرض. كنت انزعج كتير بس ما استرجي افتحتني. كنت أحيانا أطلع على ستك وأقول لحالي كيف قادرة تقوم بكل هالشغل، طبخ غسيل تنظيف وفوق نساعد جدك بالأرض. لما أخذت البكالوريا وجيت على الجامعة طار عقلي من الفرح، انبسطت بالحرية وحياة الكسل واستمتعت بالأكلات الشعبية، فول حمص تسقية سندويش. بعدين مليت اضطريت اعتمد على حالي وبلشت اتعلم الطبخ شوي شوي، وبلشت غسل الأواعي ونظف الغرفة اللي أنا مستأجرها. ولما تخرجت وتوظفت وصرت أطلع مع البعثات الأثرية تعلمت الصبر، واكتشفت من خلال التنقيب عن الحضارات اللي كنا ننقب عنها أنه الإنسان يا بيكون بقلب الحدث يا أما بيعيش على الهامش وبيموت بدون ما ينذكر. بس أحياناً بيصنع دماره بإيده. ولو، وأحيانا المحيط اللي حواليه هو اللي بيحاول يدمره، لكن المهم الإنسان يكون بقلب الحدث ويؤمن بأنه قادر يصل لأهدافه بالعمل مو بالأمنيات، مهما كان في ناس حواليه عم يحاولوا يدمروه. سلامتك استاذ وائل. وين انا؟ انت في المستشفى. ليش طافي الضوء؟ ليش طافي الضوء؟ انا عم شوف. طلع علي عم تشوف هي؟ ما عم شوف. لا لا ما عم شوف. طبعا بتستاهلي حبيبتي، لو بتعرفي قصيدة الليل كتبتها قبل ما اعرفك وقصيدة الليل نزلتها بالديوان بتشفي امك، بتستاهلي كل اشعار العالم. ما عاد تكتب عن الموت. خلص مثل ما بدك، ما عاد اكتب عن الموت. بالمناسبة غيرتي لي كل شيء بحياتي، ما عاد اكتب غير عن الفرح وعن السعادة وعن الحب.
شو هاي؟ لازم تمر لعندي على العيادة نحكي شوي، الموضوع ضروري. ايه بأمرك دكتور، بس ممكن تنقل لي بالله عنوانك؟ ايه ماشي. ولا يهمك، أنا مسافة الطريق بكون عندك. أهلين دكتور، مع السلامة. أتأخرت أنا شيء؟ لا حبيبي ما تأخرت. يلا. يلا. مشي معي يلا. يلا تفضل. شكرا. تفضل تفضل. والله مشتقت لك يا ابو لوي. يمكن ما عاد حدا يشتاق لي بعد هلا. ولو وائل، ما انت اقوى واحد بيناتنا. وهلا صرت اضعف واحد بيناتكم. بتعرفي شو جاي على بالي؟ شو؟ ماني عم صدق اللي صار. ما حدا مصدق. خليهم ينبسطوا يلي كانوا يكرهوا لوائل. هي هلا ما عاد منافس. وكيف لقيتي وضعه يعني؟ يعني كيف بدنا نساعده؟ وائل ما حدا بيقدر يساعده. إذا هو ما ساعد حال، ما بعتقد هو قادر يتحمل هالوضع اللي هو فيه. كيفكم؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ ما في شيء جديد. كوثر، احكي معي المساء. ماشي. ما راح استفاد شيء. والبروفيسور عم يحكي نفس الكلام اللي قلناه. بس في شيء جديد نحن ما عم نسترجي نخبركم اياه. دكتور اذا ممكن، انا بدي اعرف الحقيقه. وائل راح يعيش اعمى. اعمى؟ شلون يعني؟ ما فهمت عليك. يعني ما راح اشوف ابدا؟ نهائيا. لو اخذته على امريكا او اي بلد ثاني راح يضل اعمى، ما راح يستفيد شيء. يعني شو بعمل لها اذا كان هي هيك احساسها؟ ماما مو تعملي لها شيء، كمان مخلوقه ما لازم براعي مشاعرها شوي. اصلا انا ماني وعياني على شيء، وبالاخر ما بيهمني شيء بالدنيا غير ابني. مرحبا خالي. ما تواخذها اعصابها تعبانه شوي. حما كيف وائل؟ المفروض بكره يطلع من العنايه المشدده. وان شاء الله سليمه. ما عم يقولوا لنا شيء الاطباء، عم يقولوا بس انه تجاوز مرحله الخطر.
ليش عذبت حالك؟ مالك مضطر تجي تزور عدوك؟ ليش ما عم تجاوبني؟ خالي بتعرفي منيح انه وائل ماله عدوي ولا ممكن يكون عدوي. بعدين انا ما ممكن انسى الخبز والملح اللي بيني وبين وائل. في اشياء بالدنيا نحن ما بنعرفها. مثل شو؟ صديقك له اسبوع بالعناية المشددة بين الموت والحياة. ما حدا على راسه خيمة، الله يشفيه. كيف النجوم بلا سماء، كيف الوداع بلا لقاء، كيف الحنين بلا اشتياق، كيف العروق بلا دماء، بلا دماء. كيف النجوم بلا سماء، كيف الدموع بلا عيون، كيف الطيور بلا غصون، كيف الشموع بلا ظلام، كيف العشاق بلا جنون، كيف الشموع بلا ظلام، كيف العشاق بلا جنون. كيف الوداع بلا لقاء، كيف الحنين بلا اشتياق، كيف الدموع بلا عيون، كيف الطيور بلا غصون، كيف الشموع.